استاذه سالي، للاسف الشديد كتير جدا من الناس اللي بنشوفها لا يريد، او من الزوج والزوجه لا يريد اصلاحها، يريد محاكم ويريد مشاكل ويريد نفقه ويريد قانون الرؤيه اللي احنا بنعذب بعض بيه، وبعاقب جوزي بان انا بحرم من ولادي منه، وبعاقبها بان انا ما بصرفش على الولاد. مشاكل كتير قوي، احنا وصلنا لكده ليه يا استاذه سالي؟ نمره واحد، عندنا حاجة اسمها غياب القيم والأخلاق اللي كانت موجودة في المجتمع المصري سابقا. نمرة اتنين، الجيل السابق من الجدات ما بقاش عندهم فكرة الثقافة في لم شمل الأسرة المصرية، فكرة ان هم يبقوا حكماء في لم المشكلة قبل ما تضطر ان احنا تدخل المحكمة، ده ما بقاش موجود. بالعكس، هناك بعض الحموات وبعض الرجال اللي هم بنقول عليه الحما، كانه بالظبط هو بيبقى فرحان ان بنته ترجع له تاني. طب انت لو انت عايز بنتك ترجع لك تاني في البيت، جوزتها بالاول، جوزتها ليه؟ هي حتى لو هي غلطانه او الطرف الاخر اللي هو الزوج غلطان، دوري انا كاب او كام او كحما ان انا ابتدي العب فكره الحكيم او الكبير، زي ما انت بتقعد كده تتفق على هتكتب لها قايمه بكام وهتكتب لها مؤخر بكام. طب ما تقعد تقول له ايه المشكله؟ هل هي غلطت فيك؟ هل في الفاظ خرجت منها؟ طب انت ما بتصرفش، طب ما بتصرفش ليه؟ طب فكره ان انت تبتدي نحس الطرفين بحل المشكله داخل الاسره، ده مبقاش موجود. وكاننا بنتفنن وبنبقى مبسوطين قوي ان الاسره تحصل لها مشاكل، مش باصين ان في اطفال، مش باصين البنت بتتجوز وبعد كده ترجع بعد شهر او شهرين الحقوني ده عندي مشاكل. الثقافه في التعامل مع الاخر، ازاي ان هي تتعامل مع الزوج على اعتبار ان هو لباس لها، ربنا بيقول انتم لباس لكم. فكره ان انت طول الوقت السكنه اللي ربنا بيقول عليها دي ما بقتش موجوده، اللي احنا بندخل الموده والرحمه، الموده والرحمه مش موجوده. الزوج بيتفنن ازاي ان هو يكسر كرامه الزوجه، والعكس صحيح، لا انت لازم تمشيه، انت لازم تبقي متحكمه. طب احنا مش داخلين حرب، احنا داخلين نعيش، داخلين ناسس اسره. فكره بقى ما بيصرفش ليه، مش هنقول لكل الرجاله مخطئين، بس ما بقاش عندنا النهارده وظيفه بتوفر نوع من انواع الاستقرار. يعني فكره القطاع الخاص النهارده موجود في شغل، لا بكره مش موجود شغل. لكن في الجيل السابق كان في حاجه اسمها القوى العامله، اغلب الناس كانت موظفين، فكانوا بيضمنوا حاجه اسمها دخل ثابت للاسره المصريه. النهارده بقت قله المال او الحاله الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد بقت سبب رئيسي من اسباب حدوث الطلاق. بس معلش، بعيدا شويه عن موضوع الطلاق يا استاذه سالي، بس برضو الحاله الاقتصاديه عمرها ما تبقى مبرر لوحشيه الجرائم اللي بقينا بنشوفها دلوقتي. ما هو وحشيه الجرائم ليه؟ الزوجه يعني المصريه من كم بتقول سنه فاتوا لما كنا نسمع بس ان ام قتلت طفلها او اب قتل ابنه كنا بننتفض المجتمع كله. تمام. النهارده بتسمعي الخبر ياه، تعالي نحلل الاسباب ايه كلها علشان خاطر الفلوس والنفقات. الاب مضطر ينزل يجيب فلوس عشان المدارس، الاكل، الشرب، العلاج، كل حاجه في غلا. فاحيانا الشيطان بيتملك منه، فايه اللي بيحصل؟ متخيل ان السرقه او الجرائم العنف، ان هي العنف الاسري، الضرب، الاهانه، في النهارده يعني نراجع كده الاسباب الموجوده في المحاكم، في جرائم قتل ضد الاب، يعني الاب ضد ابنه او الاب بيقتل ابنه او الام تقتل ابنها ليه؟ ما هي بتبقى حاطه في دماغها ان هي لما بتعاقبه بالضرب، الضرب المبرح بيوصلها لنتيجه ابنها راح منها. بس تعالي دوري، طبعا الدكتور هيبتدي يتكلم معانا في الجزئيه دي، تعالي دوري على التحليل الشخصيه، هي من كتر العنف الاسري اللي هي بيمارس ضدها النهارده بتمارسه على الطفل. ما هي شبكه عنف طول الوقت، دايره، الزوج بيمارس العنف على زوجته، فالزوجه بتمارس العنف على ابنائها، فبتبتدي تمارس العنف على الموجودين في الشارع، وهي ماشيه تلاقيها بتزعق طول الوقت صوتها عالي، فالزوج ما بيحبش الصوت العالي، فبتبتدي تحصل حالات المشاكل. الزوج بيقول انا برجع البيت بلاقي عندي صوت عالي وضربه، طب عشان ايه؟ ما هي طول النهار ما عندهاش متنفس. كمان النهارده الزوجه العامله هي مضطره تنزل تشتغل عشان تكفي مصاريف الاسره المصريه، ده بقى ضغط داخل المنزل وخارج المنزل. النهارده ما تيجي تبصي طول الوقت ليه مضطره تدخل المحكمه؟ مش عايز يصرف، يقول لها عندك المحكمه، فمضطره تروح تجيب الدخل ومفروض مرتب. طب لو مش موظف، مضطره تروح تدي رشوه لامين الشرطه، ففوق ان امين الشرطه بيتحرش بيها مثلا، طب مش عارفه، لا تعالي تعالي لنا بكره، طب تبتدي تدخل في رشاوي، طب هي هتاكل ولادها ولا تبتدي ان هي تدخل في مشاحنات مجتمعيه طول الوقت؟
فدائرة العنف شغالة داير ما يدور داخل المجتمع المصري. فكرة ان انت معاكي احكام مش عارفة تنفذيها طول الوقت بالناشد السيد الرئيس ان احنا محتاجين يبقى في وحدة خاصة في الاقسام الشرطة خاصة بتنفيذ احكام النفقات وتنفيذ احكام الرؤية. فكرة ان انت النهاردة طول الوقت تلاقي اماكن تنفيذ احكام الرؤية غير ادمية. يعني ايه طفل النهاردة يروح عشان يشوف ابوه تلاقيه طول الوقت في صراخ ومفيش مكان ادمي يقعد فيه، او الام تقوله لا ما تقعدش مع ابوك، او العكس صحيح. هي الفكره يا فندم برضو الصراحه بقى من الاساس بالامانه، يعني فكره ان الاب ياخد ابنه يشوفه ساعه في الاسبوع ولا ساعتين مش ادميه في مركز شباب مش ادميه خالص. عشان كده طول الوقت بنقول الرعايه المشتركه يعني. الرعايه المشتركه والغريبه من الأب الصراحه برضو على الام اللي توافق على حاجه زي كده. ده انا عندي حاجه تانية، انا عندي بعض الامهات اللي المفروض ان هي سن الحضانه انتهى فيما يخص مثلا البنت او الولد وما عندهاش من ينتقل اليها الحضانه اللي هي جده الام اللي هي الجده او الجده مريضه او الام تزوجت على اعتبار ان هي ما ينفعش تقعد من غير زواج وما ينفعش تروح تلجا للزواج العرفي لان الزوج او الطليق بيبتدي يدور على اي حاجه تدينها. بأنهي منطق تروح تتجوز عرفي وتتحسب عليها وتتاخد منها اولادها وهي عندها صحيح. الطريق السليم اللي هو اللي حدده الشرع اللي حدده ربنا ان لازم تتزوجي لازم تعف، هو العفه للراجل ولا العفه للست؟ فبنفوجئ ان طليقها بيعمل ايه؟ بياخد الاولاد منها بموجب حكم قضائي. لان هي من حقها بالظبط كده جوزت. من حقها تشوف فتشوف ولادها. فهتتجوز في السر او عرفي؟ لا ده اكتر كمان، هي من حقها تشوف الاولاد. بنفوجئ ايه؟ ان الاب بيمتنع عن تنفيذ احكام الرؤيه عشان الام ما تشوفش ولادها. بيبقى قدامها حاجتين، يا تبتدي تروح ان هي لوحده تلم الشمل ونبتدي ان احنا نوصل لحلول الازهر مع مراكز الحقوقيه، او النهارده تضطر تسيب اولادها. دي نقطه برضو مهمه جدا وهنرجع ليها برضو، بس برضو يا استاذه سالي الام اللي توافق ان ابنها او ولادها يشوفوا والدهم ساعه ولا اتنين في الاسبوع في مكان غير ادمي، يا ستي هو خانك، هو ضربك، هو كان بخيل معاكي، الطفل ذنبه ايه؟ والعكس يعني صحيح، خلينا نقول العكس صحيح برضو. ماشي، حركة كلامي من وجهة نظر الست وانا هتكلم من وجهة نظر الراجل. انا موافقه. دكتور جمال، عايزين نتعالج نفسيا كلنا.